نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثرت أنواع الصلبان في الملابس والبضائع، فلا أدري هل هناك يعني صليب محدد تجب إزالته؟ وإذا كان لا يمكن أن يزال هذا الصليب إلا بتلف جزء من هذه العين أو جميع هذه البضاعة، وكذلك ما يتعلق في النجمة السداسية، هل يجب أيضا إزالتها أو أم ماذا؟ جزاكم الله خير. أو بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم أن هذا صليب، أن هذا صليب، لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلبانا وليس كذلك. والشيء الثاني أن نعلم أنه وضع لأنه صليب، لا أنه وضع من أجل أنه نكشة في الثوب، لأن النصارى يعظمون الصليب فلا يمكن أن يجعلوه وشيا في ثوب، إنما يضعونه وضع الاحترام، فلا بد من هذين الأمرين. فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه، ولنقاطع هذه الثياب. إذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضا. وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود، حكمها حكم الصليب، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة لكنها مختصة بهم. نعم. لكن الصلبان الشيخ على أنواع مختلفة، يعني هل كل صليب تأكدوا أنه صليب؟ نحن سألنا عنها، سألنا عنها النصارى الذين أسلم، وقالوا إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف، أن يكون خطان أحدهما يقع عرضا والثاني يقع طولا، ويكون الطول من جانب أطول من الثاني. حتى سألناهم عن ساعة الصليب، هذه يسمونها ساعة الصليب، قالوا هذا ما يراد به الصليب، هذه علامة الشركة فقط، لأن الصليب عندهم يقول أنه خط مرتفع طويل يعني، ثم خط عرضي أحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر، لأنه هو الواقع. الآن الإنسان المصلوب يوضع له خشبة ويوضع خط خشبة عرض من أجل أن توطر بها يده، فهل يمكن أن يكون الخشبة الموضوعة لليدين تكون في النصف؟ نعم؟ لا، هي تكون فوق. لهذا نحن في شك من هذه التي نشرت قبل سنتين بأشكال مختلفة، وقالوا هذه صلبان. هنا ثم أنكم أيضا علامة زائدة الآن، هي صليب؟ ما هي صليب؟ لا، هو الأشكال الصليب لا يقولون هذا. أنا حدثني إنسان مسلم وكان نصرانيا قال هذا اللي عنده. كذلك أيضا يوجد فيما سبق الدلاء التي يرفع بها الماء من البئر، أدركتموها، في أعلاها عرقات يسمونها العرقات، نعم، يعني خشبتين إحداهما عرض والأخرى طول. فالشيء الصليب هو الذي وضع على أنه صليب. نعم.